مرحبا مشاهدي وتتبعي قناة شوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا في هذه الأثناء الساعة تشير إلى 11 ليلا، طباب كثيف كيغطي مدينة الدار البيضاء. لدرجة أن بعض المعالم ديال مدينة الدار البيضاء مبقاتش كتبان الساعة ديال مقر جهة ولاية جهة الدار البيضاء سطات، مسجد الحسن الثاني أو صومعة مسجد الحسن الثاني، يعني معالم حجبت عن الرؤية بفعل هذا الضباب الكثيف. وهذا الضباب كيخلي أننا نوجهوا واحد النداء للسائقين أنهم يردوا البال. هذا الضباب كيحجب الرؤية، كيخلي السائق يشوف مزيان، وكتسبب حوادث ديال السير لا قدر الله، وهذا ما لا نتمناه. بالنسبة للسائقين يردوا البال، توخاو الحذر، يمشيو بشوية، يشعلوا الأضواء ديالهم، لأن الضباب غادي وكيتزاد. بعد 11 شوفوا الضباب اللي كاين، 3 الصباح 4 غادي تشوف شي ضباب يعني مضاعف على هذا. الضباب كيتحول حتى القطرات ديال المياه كتنزل على الارض، كتسبب الانزلاق ديال السيارات وديال الدراجات. لهذا نهيب جميع السائقين انهم يتوخاو الحذر، يمشيو بشويه، يردوا البال، ونتمنوا هذا الضباب ان شاء الله يكون ضباب ديال اللي من بعد نشوفه من بعده امطار ديال الخير ان شاء الله تهطل على مدينه الدار البيضاء، ولما لا على جميع المدن والقرى المغربيه. كيف اللي كتعرفوا مدينة الدار البيضاء في هاد الأثناء. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، نتمنوا السلامة للجميع، دمتم في رعاية الله، وإلى مباشر آخر كما كنوعدكم دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في، بأن في الفترة الليلية اللي كتمتد منذ الساعة 10 ليلا وحتى الساعة 7 صباحا كنحاول ننقل لكم كل ما يقع في مدينة الدار البيضاء ونواحيها. بقوا معنا، احنا باقيين معكم.